أنا من بدل الكتب بالصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، هكذا تحدث إلينا أمير الشعراء أحمد شوقي. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير والثقافة والإبداع، ورسالة يومية جديدة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49. ننقل لحضراتكم أهم الفعاليات والأجندة الثقافية لهذا اليوم. البداية كما تعودنا دائما بأهم أخبار المعرض. أكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب أن يوم الجمعة شهد أكبر تدفق من الجمهور على معرض القاهرة الدولي للكتاب، بلغ الإقبال حوالي 400,000 زائر. أضاف الحاج علي أن إجمالي رواد المعرض في الأسبوع الأول منذ افتتاحه وإلى الآن بلغ 2.5 مليون زائر، مؤكدا أنه يتوقع أن يتجاوز هذا الرقم أو عدد الزائرين 5 ملايين خلال فترة المعرض، بزيادة تصل إلى 2 مليون زائر عن الدورة السابقة. هنا القاهرة من دمشق، جملة لا ينساها أبدا المصريون، انطلقت من العاصمة السورية دمشق حينما ضربت الإذاعة المصرية خلال العدوان الثلاثي، خرج صوت مصر وصوت الإذاعة من دمشق. في إطار التعاون الثقافي المصري السوري، شارك الكاتب والناقد السوري نضال الصالح رئيس اتحاد كتاب سوريا اليوم في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بقاعة السيدة لطيفة الزيات. دارت الندوة حول الكتاب السوريين الذين عاشوا وأقاموا في مصر وكتبوا ونشروا إبداعاتهم داخل مصر. أدار هذه الندوة الكاتبة ناهد صلاح. نحن ننظر إلى الثقافة بوصفها عاصرة حقيقية، جامعة حقيقية بين أجزاء الأمة العربية، ويجب أن تسبق السياسيين، يعني أن تسبق الثقافة السياسيين في هذه الإرادة التي توحد العرب، تستعيد إليهم روحهم التي اتسمت طوال تاريخها بنبالتها، بفروسيتها، برقتها، بجمعها للأشقاء العرب. قبل شهر تقريبا كان لدينا وفد من نقابة اتحاد كتاب في مصر في قلب دمشق، نحن الآن في قلب القاهرة، مما يؤكد عمق العلاقات الروحية، أنا أسميها العلاقات الروحية قبل أن تكون ثقافية أو سياسية، هناك علاقة روحية بين المصري والسوري. استضافت قاعة محمد أبو نديرة ندوة نقاشية اليوم تحت عنوان البوك تيوب، المؤثرون الجدد فيما يقرأ الشباب. الندوة كان حملت عنوانا في غاية الأهمية وتفاعل معها جمهور المعرض لا سيما من الشباب. ناقشت أفكار ومؤلفات الشباب عبر الإنترنت واليوتيوب، والذين لقوا اهتماما نقديا ومتابعة كبيرة الفترة الأخيرة. شارك في هذه الندوة عدد من الكتاب، ندى الشبراوي، عمرو المعداوي، ومحمد شادي، واتفق الحاضرون على أهمية أن نستخدم لغة جديدة في الكتابة تناسب إيقاع هذا العصر. احنا ده موضوع اول مرة يتم التطرق ليه على مستوى يمكن الوطن العربي كله، وهي ظاهرة جديدة اسمها البوك تيوب، وهي عبارة عن شباب كلهم تحت يمكن 24 سنة مهتمين بالقراية وبيقروا وبيطلعوا بيعملوا ريفيو للشباب الاخر على قناة اليوتيوب بتاعتهم، وبيعملوا لهم ريكومنديشنز وترشيحات لكتب. دي ظاهرة يعني جديدة على الوطن العربي، ودي بتقول ان في جيل جديد كبير بيقرأ صغيرين وبيكلموا بعض بطريقتهم، مش مقالة في مجلة كبيرة او المجلات الادبية، ده بطريقة مباشرة وناس على طبيعتها جدا بتتكلم لغة عادية وبتتكلم عن ايه الحاجات اللي هم بيحبوها او اللي بيقروها والترشيحات. هي الفكرة بس انه في ناس كتير مش عارفين يعني ايه بوك تيوبينج، او مش عارفين ان في ناس بتقدم كونتنت او محتوى ثقافي هادف على اليوتيوب. ناس كتير متخيلة ان الشباب كل الحاجات اللي بيتفرجوا عليها الهيتس والترندز وكده، مع انه في حاجات كتير ليها معنى بتتحط على اليوتيوب. هي الندوة يعني بمناسبة معرض الكتاب، الهدف ان هي تعرف الناس انه في حاجة اسمها كده. نظمت دار الشروق عددا من الفعاليات وحفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح الدار بجوار ممدوح سالم البوابة الرئيسية، وأيضا جناح مكتبات الشروق. أقيم حفل توقيع للكاتب الصحفي والشاعر والسيناريست هيثم دبور لتوقيع أحدث أعماله إنجاز التعبير الصادر حديثا عن دار الشروق. إنجاز التعبير هو ديوان بالعامية المصرية صدر للشاعر هيثم دبور بعد مجموعة من الدواوين، من أهمها بكرة مش مهم الساعة كام، أزمة منتصف العمر 23، حالة المصري ويأكلهن 7 عجاف.
وإلى جولة للمشاركات العربية تشارك سلطنة عمان هذا العام ممثلة في وزارتي الإعلام والتراث والثقافة في معرض القاهرة للكتاب في دورته 49. مشاركة عمان هذا العام مشاركة مميزة لتوطيد العلاقات الثقافية ما بين القاهرة ومسقط، أيضا لتفعيل الحضور العماني الثقافي والتاريخي وإبراز الدور الخاص والإنجازات الفكرية لسلطنة عمان. كاميرا رسالتنا اليومية زارت جناح معرض عمان والتقت بالمشرفين على هذا المعرض وتجولت أيضا في أظهرت لحضراتكم أهم الإصدارات الخاصة لسلطنة عمان في معرض الكتاب. سلطنة عمان شاركت في العديد من المعارض في معرض القاهرة في الدورات السابقة يعني. طبعا هذه ليست هي المشاركة الأولى للسلطنة. السلطنة حريصة دائما على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لما له من سمعة وصدى كبير ثقافي إعلامي في أنحاء العالم. حقيقة السلطنة تشارك بمجموعة كبيرة من المطبوعات التاريخية والأدبية والعلمية وأيضا في علوم الفلك وبعض المطبوعات الأخرى. مشاركة السلطنة طبعا تأتي في معرض القاهرة بجناحين اللي هو جناح العرض وأيضا جناح البيع اللي في قاعة أخرى أيضا. طبعا وزارة الإعلام تشارك هالسنة بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة وتشارك مجموعة من الإصدارات ومجموعة من القصص والروايات سواء في الجانب الثقافي العلمي الأدبي السياحي الاقتصادي الديني وإلى آخره. من أبرز هذه الإصدارات كتاب عمان السنوي اللي صدره وزارة الإعلام بكل سنة بشكل سنوي، وكتاب سلطنة وسلطان، وكتاب الجولات الداخلية لسلطان قابوس بن سعيد حفظ الله ورعاه، وكتاب ومجموعة الكتب الأخرى. فعاليات وأنشطة ثقافية كثيرة، حفلات توقيع وأيضا ندوات ثقافية ومخيم البادية وحلايب وشلاتين من الأماكن المميزة جدا داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب يجذب عدد كبير جدا من الزوار يوميا. اكتظت خيمتا حلايب وشلاتين وبيت البادية بالمواطنين أثناء العروض المقدمة، ما أن يخرج فوج من الزائرين حتى يدخل فوج آخر خلال الأيام الماضية. أصوات الأغاني التراثية المعاصرة من الجنوب المصري الأصيل دفع عدد كبير جدا من المواطنين المصريين وعدد أيضا من مواطني دول العالم لحضور هذه العروض. الرقصات السيناوية، التراث الشعبي، حمل السيوف والرقص أيضا وسط الشباب. كاميرا الرسالة اليومية ذهبت إلى مخيم البادية وأيضا إلى الإبداعات الخاصة لحلايب وشلاتين، جزء أصيل جدا ورائع من هذا الوطن. نتابع مع حضراتكم ثم نعود. عنا هون في خيمة بيت البادية بنحرص على تقديم التراث البدوي وتقديم كل الحرف اليدوية وتقديم الفنون التشكيلية، هذا بمعرض الخيمة بالخارج. شغلي عبارة عن سجاد يدوي، دلوقتي أنا بشتغل بعمل مشاية. المشاية دي سادة عشان لازم ان انا مفروض ان انا لو اعملها يعني الوانات او مثلا رسومات او كده بيبقى في بنت جنبي بتشتغل نفس الشغل اللي انا بشتغله، فهي بتبقى لون وانا لون لغاية لما بنشكل لون السجادة. فحضرتك دي مشاية سادة يعني ملهاش الوانات. من اكثر الاماكن تميزا وجذبا لزوار المعرض في كل عام هو سور الأزبكية. سور الأزبكية هو مكان لبيع الكتب المستعملة وأيضا الكتب النادرة والصحف والمجلات القديمة. كاميرا ذهبت إلى سور الأزبكية وتعرفت على آراء الناس، ما المختلف والجديد هذا العام، نوعية الكتب المستعملة اللي بيقبل عليها القارئ المصري في سور الأزبكية. كمان سجلنا مع مجموعة من البياعين في اسلوب مختلف جدا في البيع داخل سور الأزبكية. في قصص ممكن ما تلاقيهاش في اي معرض جوه او اي صاله عرض جوه، غير كده شوف الحشود اللي وراها هتلاقيها مختلف عن اي صاله تخشها. هنا الناس مثقفه وواعيه لدرجه انها تعرف تختار الحاجه اللي هي عايزاها وتعرف يعني حاجات متنوعه جدا وفي حاجات بتفيد يعني الاعمار كلها. سور الأزبكية احسن حاجه فيه ان هي الكتب سعرها معقول نوعا ما، في فرايتي في كل حاجه، ممكن تلاقي حاجات قديمه تدار عليها، ممكن تلاقي حاجات مثلا ساينتفك قوي ممكن ما تلاقيهاش في دور النشر العاديه. ك
كتابات جديدة، نحاول دوما أن نسلط الضوء على الإبداعات والكتابات الجديدة. في رسالة اليوم سوف يكون لدينا بعد قليل أو بعد الفاصل لقاء مع مبدعين شباب. التجربة الأولى لعبد الرحمن عبد النبي عابر يستظل، ورواية أيضا جديدة للكاتب الروائي مجدي كمال بعد الفاصل. عابر يستظل هي التجربة الإبداعية الأولى للكاتب عبد الرحمن عبد النبي. هو مهندس لكن أراد أنه يدخل عالم الكتابة من خلال خواطر بدأ يكتبها وينشرها في معرض القاهرة الدولي للكتاب. معانا عبد الرحمن عبد النبي، أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بداية حابين نتعرف على الكتاب والإصدار الأول واختيار هذا العنوان عابر يستظل. تمام. هو بداية الكتاب عن طريق دار نشر الكنزي للنشر والتوزيع، هي وليدة لسه في سنة 2016، نزل السنة دي أو في المعرض دوت ب 67 إصدار، وذلك يدل على أنها تنافس بقوة الدور على أرض المعرض، مؤسسها الأستاذ محمد صلاح شديد. أما بالنسبة لغلاف الكتاب عابر يستظل، هو من تصميم محمد صلاح، فنان مبدع صراحة. عابر يستظل من ناحية الكم الورقي لا تزيد عن 100 صفحة، أقل من 100 صفحة، الكم قليل ولكن الكيف داخل الكتاب هي عبارة عن جمل مكثفة لغويا ولها عمق بعيد، ليست تعالي على القارئ، ولكن أرى في العمق هو اهتمام بالقارئ ومدى التحامه بالجمل والنص والمعروضة في الخواطر، يعطي ثراء أكثر للكتاب والمعلومة التي أريدنا نشرها. عابر يستظل من الاسم، هو إنسان عابر، ولكنه يستظل بتساؤلاته وأفكاره التي يريد البحث عنها في حياته. الكتاب يحاول أن يرسي دعائم لفكرة غلفت بغلاف فيه من الاضطراب والهرطقة والجنون ما فيه، والمتمثل في الشك. الشك احنا شايف ان احنا بنستخدمه في حياتنا العامة بشكل دائم، في التعاملات التجارية، في البيع والشراء وكل شيء، حتى يحمينا من المخاطر او الخسارة، لكن في التأمل وفيما يأتينا من اخبار السابقين في مشكلة دائمة. يعني بيوصف اي انسان بيعمل ذلك المصطلح الشك في ما يأتينا من اخبار او في التأمل انه انسان هرطوقي او انسان مضطرب او مجنون، ولكنها في واقع الأمر يعني شيء يحمينا من، يعني إذا ما أعملنا الشك واستقصينا عن الشيء وخلاص يعني تربطنا معاه يعني وصل لنا صدقه. نعم، وصلها صدقه، بتزيد الروابط ما بيننا وبينه. ازاي ترجمت ده عبد الرحمن في شكل الكتابة في الخواطر؟ يعني الكتاب يحمل خواطر ما هيش مجموعة قصصية لكنها خواطر كتبت، ترجمت ده ازاي من خلال هذه الخواطر وعالم الكتاب يدور حول ايه تحديدا؟ هي خواطر اولا منفصلة. الميزة فيه ان اي انسان ممكن يفتح الكتاب، يفتح على اي صفحة يشوف الخاطرة يقراها، مش متصلة، مش لازم يقرا الكتاب من اوله لاخره. الخواطر بتتناول تقريبا جميع مناحي الحياة، من علاقة الذكر بالأنثى، علاقة الإنسان بالخالق، مش مركز من خلال ديانة واحدة وإنما من كل المعتقدات والأفكار بشكل عام. وبالتالي وأستخدم في المفردات والألفاظ اللي بستخدمها يعني ألفاظ بقدر إن كانت تكون عميقة، ألفاظ بس مفهومة، يعني هذه مفهومة الألفاظ طبعًا. على عمقها هي تصل للقارئ بسهولة يعني. طبعًا. بحاول بقدر إن كان أدمج ما بين السلاسة والعمق لتحمل، يعني أنا شايف إن العمق بيحمل أكبر قدر ممكن من الاتساع والثراء عندما الإنسان يقرأ. الإنسان يقرأ شيء سطحي ويسطح من المعلومة، أشوف إن هي زي الزبد، شيء بيذهب سريعًا. بالضبط. بيذهب سريعا، لكن الشيء العميق بيثبت ويرسخ في. طب حابين نسمع خاطرة من الخواطر اللي موجودة في كتاب عابر يستظل. تمام. في خاطرة تقول: تمثل الله في أذهان البشر بصور متعددة ليس معناه تعدد الآلهة، وإنما تعدد المفاهيم والتصورات له والتي لا تنتهي أبدا، وهذا يعني أن إدراكه ليس بواحد وليس بالشيء الذي يتم حصره ولا تصوره بشكل قطعي،
وهذا يوصلنا إلى أنه هو الله الذي ليس كمثله شيء، هو الله الذي لا يحويه تصور ولا مفهوم ولا طريق واحد، وإنما هو وحده الذي يحتوينا جميعا بقدرته وعظمته. أفكار فيها نقدر نقول بعد فلسفي في الكتابة. ما خفتش أو لم تقلق في التجربة الأولى أنك تقترب من مساحات الفلسفة، لأنه كثير من القراء أو الجمهور غير معتاد على الأفكار الفلسفية في الكتاب، لم يساورك هذا؟ هو حصلت مشكلة من أول حتى فكرة الطباعة والنشر، يعني حصل جدال في مشكلة المحتوى في بعض المشاكل مع دار النشر حتى، لكن الحمد لله الموضوع عدى على خير. أنا شايف أن المواطن الحساسة أو الحاجات ديت بالذات دي بتشغل الناس كلها، عدم مجابهتها ده شيء هروب ولا يحل المشكلة، وده شيء بدل هو راسخ في الأذهان، لما لا المواجهة يعني. صح. فالإنسان بقدر إنسان بيحاول يواجه الشيء اللي بيشغل الناس وبيشغله شخصيا قبل الناس يعني. صح. بس أشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن عبد النبي، كل التوفيق إن شاء الله في المسيرة الإبداعية المقبلة، تجارب جديدة وأصوات جديدة من الشباب المبدع في كافة ألوان الإبداع المختلفة، مع حضراتكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. مجدي كمال صوت روائي جديد، هو مخرج أيضا، قدم رواية بعنوان قتل مع سبق الحب في معرض كتاب هذا العام، يقدم روايته الثانية بعنوان أمسك عليك قلبك. اهلا بيك مجدي. اهلا بيك استاذ محمد، الله يبارك فيك. النهارده حفله توقيع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب عايزين في البدايه العنوان، الروايه الثانيه امسك عليك قلبك، عنوان الروايه والعالم اللي تدور حواليها دي الروايه. هو امسك عليك قلبك، انا بوجه بيه رساله للناس اللي بتفرط في مشاعرها او بتحكم القلب في اختياراتها دايما، وبقول لهم يعني حاول تمسك عليك قلبك، لان اختيارات القلب دايما بتبقى بيغلب عليها العاطفه مش بيغلب عليها العقل والاختيارات السليمه. وفي نهايه الروايه برضو بسيب للقارئ يجاوب هو على السؤال، هل هو هيقدر يمسك عليه قلبه؟ يعني لو شاف حد اعجب بيه او حبه، هل هيقدر ومفيش مصلحه مثلا في الحب ده، او الحب ده هيحكم عليه باللي هو بالموت او بعدم الاكتمال، هل هيقدر هو يمسك عليه قلبه وما يستجيبش لصوت القلب ويحكم العقل؟ هو الروايه مفتوحه. النتيجه كانت ايه او الجواب كان ايه في نهايه الروايه؟ هو مفيش حد هيقدر يمسك عليه قلبه، دايما كل واحد يمسك صعب. ما صعب، صعب جدا يعني. زي النبي عليه الصلاه والسلام ما بيقول ان القلوب بين اصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالقلب يعني دايما ما فيش اي منطق في اختياراته، هو احساس معين بيغلب عليه فبالتالي بيتبعه القلب، لكن هو ما فيش اي منطق ولا عقل بيغلب على اختيار القلب. تصنيف الرواية يا مجدي، هل هي رواية اقرب رومانسية شوية يعني، ولا ما بتحبش انت التصنيفات الجاهزة للروايات؟ والله بص، هي فيها اكتر من خط يعني، هو يغلب عليها في العمل ده الخط الرومانسي، لكن هي بتناقش فترة مهمة جدا، تالت احداث 11 سبتمبر، وجايب فيها جزء عن الصورة الذهنية اللي اتنقلت عن الاسلام في الوقت ده، صورة السيئة ان الاسلام دين العنف ودين الارهاب. لا، انا بقول الانسان الاسلام دين الحب والسلام والرحمة، فقصة الحب بتأكد ده، والبطل بينتقل من بيئتين، بيئة من اقصى الصعيد في اسوان في قرية اسمها دراو، الى اقصى الغرب في نيويورك من اكبر المدن الامريكيه، وبين يعني البيئه كان الروايه في اسوان وفي نيويورك. في نيويورك وفي التناقض بقى في الروايه، البيئتين واختلافهم بينهم وبين بعض، يعني من بيئه شديده البساطه شديده الفطره الى بيئه شديده التعقيد وشديده الحضاره. فالبطل الروايه احداثها بتدور بين الاثنين، في قصه حب يعني بتمشي مع البطل من بدايه الروايه من اسوان مرورا بوصوله لنيويورك. العمل الاول كان بعنوان قتل مع سبق الحب، وتعاملت فيه مع فئه مهمه جدا هي كبار السن، عالجت الموضوع ده وتعاملت كمان بشكل فني الازمات اللي بيمر بيها كبار السن. عايزين نتكلم شويه عن العمل ده، لان هو ده العمل اللي قدمك لعالم الرواية. صحيح، هو أول عمل أنا يعني طلعت بيه للجمهور ككاتب مش مخرج، وهو قريب جدا لقلبي، لأن أنا دي قصة أنا عشتها حقيقية.
احتكيت فيها بدور المسنين والمعاناة اللي بيعانوها داخل الدور دي. حتى العنوان نفسه قتل مع سبق الحب، يعني مش القتل المادي، هو القتل المعنوي اللي ممكن ابن او ابنه تقتل بيهم باباها او مامتها بان هي تحطها في دار المسنين. فهو القتل اللي هو كان يسبقه الحب، اللي هو والحب والحنان والتربيه والاعتناء بالابناء من جانب الاباء. الرساله برضو اللي كانت بتقدمها الروايه دي بتقول ان مش كل حاجه الحب، يعني مش كل حاجه، يعني مش شرط ان انا احب ابني وادلله وافرض في تلبيه كل مطالبه، ان هو بالتبعيه في نهايه العمر او لما يكبروا هم هيبادلهم نفس الحب. اهم من الحب واهم من التدليل التربيه وغرس القيم وغرس المبادئ والتربيه السليمه. تمام. المتابعه النقديه للعمل الاول والعمل الثاني حتى اللحظه دي شايفها ازاي يا مجد؟ والله انا فوجئت برد الفعل على الروايه الاولانيه، يعني احنا الطبعه الرابعه نازله في المعرض الحمد لله. انا تخيلت ان هي قضيه اجتماعيه يعني مش هتلاقي قبول قوي عند الناس، بس انا كان حماسي ليها ان انا ابدا بيها من كتر ما انا تعايشت مع القصه وانفعلت فعلا بالقصص اللي انا قابلتها في دار المسنين اللي انا كتبت الروايه عنها. بس الحمد لله والله لازال في ناس بتبقى بتسمن القيم وبتسمن القضايا الاجتماعيه المهمه، فلقيت اقبال كويس جدا وحتى اثنى عليها كثير من النقاد. العمل الجاي ان شاء الله. لا ده لسه بتخطط العمل الجاي. اشكرك شكرا جزيلا جمال، بتمنى لك كل التوفيق في عملك في مجال الاخراج والاعلام وفي مجال الكتابه الروائيه. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا محمد، شكر جدا. مشاهدينا ما زلنا مع حضراتكم من داخل معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته 49، اللقاءات ما زالت متواصله ومستمره في صحبه الكتاب. نجدد التحية مشاهدينا مرة أخرى من داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى أجندة الغد، أهم وأبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية ليوم الأحد 4 فبراير 2018. البداية دوما تكون مع قاعة الندوات الكبرى التي تحمل اسم الكاتب الكبير صاحب الرواية البديعة رواية الأرض عبد الرحمن الشرقاوي. غدا في تمام 1 ظهرا رموز مصرية، احتفاء بالفنانة العظيمة شادية، يشارك فيها المخرج سمير سيف، هاني مهنا، صفاء الليثي، ويديرها أكرم خزام. في نفس القاعة، قاعة عبد الرحمن الشرقاوي، في تمام 3 عصرا ندوة تحت عنوان السينما المصرية أحد مصادر القوة الناعمة، يشارك فيها دكتور خالد عبد الجليل، عمرو عبد العزيز، ودكتورة ماجدة موريس، ويديرها الناقد الفني طارق الشناوي. 5 مساء تلتقون بالكاتب والشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي في لقاء مفتوح مع جمهور المعرض ضمن فعاليات اللقاء الفكري، يدير اللقاء الإعلامي خالد منصور. في ذات القاعة 7 مساء تقديم للمجلة الإيطالية دوموس، يشارك فيها فالتر ماريوتي، وأيضا يديرها ممثل المكتب الثقافي الإيطالي بالقاهرة. ننتقل مع حضراتكم إلى قاعة أخرى، قاعة لطيفة الزيات، قاعة ضيف الشرف، غدا في تمام 11 صباحا ندوة تحت عنوان الأرمن والحياة الثقافية في مصر، يشارك فيها دكتور محمد رفعت الإمام ودكتور فيكن جزمجان، يديرها عبد الله الصاوي. في تمام 1 ظهرا مستقبل العلاج النفسي في مصر للدكتور أحمد خيري حافظ، دكتور محمد فتحي، دكتورة نهى إبراهيم، ويديرها أمال كمال. في نفس القاعة، قاعة لطيفة الزيات، في تمام 3 عصرا القوى الناعمة في مواجهة التمييز، يشارك فيها دكتور ميسون قطب، فاطمة خير، الكاتب أسامة جاد، ويديرها رشا أرنست من المجلس القومي للإعاقة. 5 مساء في ذات القاعة، كيف يتحول الاقتصاد لقوة ناعمة، التجربة الصينية نموذجا، يشارك فيها مصطفى عبادة المستشار التجاري لسفارة الصين ومجموعة من الخبراء من كلية العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة القاهرة. ضمن إطار احتفالية المئويات في تمام 7 الاحتفال بمئوية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، دوائر الدور المصري، الدائرة العربية والدائرة الإفريقية، يشارك فيها دكتور أحمد يوسف أحمد والدكتور السيد فليفل، ويديرها طلعت إسماعيل. هذا أهم ما سوف يكون غدا إن شاء الله في معرض القاهرة الدولي للكتاب. لا تفوتوا الفرصة، المعرض يوميا يفتح أبوابه للجمهور من 10 صباحا ويمتد حتى 10 مساء.
أجنحة متميزة لدور عرض لدور نشر عربية وعالمية، بالإضافة طبعا للفعاليات الثقافية. وصلنا مع حضراتكم لختام رسالتنا اليومية، تابعونا كل يوم في تمام 5 مساء ورسالة جديدة على شاشة أونلاين. إلى اللقاء.